فبالتالي هاي السرقة اللي صارت، هاي الفساد المنظور اللي تم اكتشافه، بينما أكو فساد غير منظور. هاي 600 مليار مطلوبة كورك، 600 مليار مطلوبة للدولة، هيئة الإعلام والاتصالات مقصرة، الحكومة مقصرة من زمان حديثا. رفعت انت بها دعوة؟ اي طبعا، من قديم يعني، عندنا وثائق وعدلة وراهن كاملة. هاي 600 مليار هاي وحدة، هاي وحدة من عندهم. زين، بعد الفساد غير المنظور، مثلا هاي عندنا بالنجف الأشرف يوم عام 220 تم الاستيلاء على منطقة خضراء، منطقة خضراء ايش راح يسولها؟ راح يحطوها للمستثمر، يحطوها بلاش، يجي يسوي بيوت يبيع بالمليارات. لتغيير استعمال المناطق الخضراء في محافظة النجف الأشرف المحيطة بالمجمع إلى دور سكنية ومحطات وقود. تدري اليوم الأراضي والعقار صعدت، لأن الحرامية أو الأحزاب الحاكمة، قادة الأحزاب الحاكمة والاقتصاديات كانوا يهربون أموالهم لبنان، لبنان تعبت شوية، كانوا يهربون فلوسهم لأوكرانيا، عندهم معامل أوكرانيا تعبت شوية، صار ضغط وين السرقة، وين حول قبسون العقارات، العقارات ببغداد صعدت، بكل محافظات صعدت. فسش سووا هاي منطقة خضراء كبيرة، يعني أحد الأحزاب الحاكمة في النجف الأشرف قام بتغيير استعمالها إلى منطقة سكنية، لأن تدري الاستثمار يطيق قاع بلاش، شلون صار مطار مثلنا وغيره، يطيق قاع بلاش مستثمر، مستثمر مدلل يطلب من هيئة الاستثمار مصارف فلوس، يبدي بفلوس الدولة وأرض الدولة ويبيع، طبعا بس طبعا الأحزاب هذا هاي قيمتها بالتريليونات. وكذلك في بغداد هسه اليوم احنا جونا المنصور على موضوع نهر الخر وشطيط، المنطقة اللي هم أحد المستثمرين تابع للأحزاب الحاكمة، هاي هم بالتريليونات، بالتريليونات. فهذا فساد غير منظور، فساد غير منظور. قبل أيام دائرة صحة الموصل أعطت إعفاء جمركي، قام هذا لأحد التجار قام باستيراد مئات الشاحنات من السجاد والكاربت ويبيعها بالسوق على اساس هو يجيب مواد. شو اللي علاقه الصحه بال هاي؟ مو الدوائر من حقها تقدم اعفاء جمركي. زين اوكي، على المواد اللي تحتاجها على الاقل. لا هو هذا فساد ما تدرون بيت، فساد غير منظور. طبعا احنا هذه الملفات كلها حولناها للقضاء. الفساد غير منظور مثلا مطار النجف الاشرف، فرصه استثماريه من 2008 لحد الان، المحافظه فلس واحده ما استفادت من عده، مسيطر عليه الاحزاب الحاكمه الفاسده في النجف الأشرف، الأحزاب أتحدث بكل بأعلى صوت. بالتالي الفساد الآن اللي هي تقود الأحزاب الحاكمة سواء بالمحافظات أو في بغداد، إحنا كمجموعة من النواب المستقلين إحنا يعني إحنا مع المشارك بالحكومة كمعارضة برلمانية، إحنا 13 نائب، يعني أخذنا عاتقنا باتجاه العمل الإيجابي وعدم الاشتراك في الحكومة، كان لأن اللي يشارك بالحكومة ما راح يحكي عليها، راح يقتسم الكيك، فبالتالي ما يقدر يعني يثير الملفات، راح تبقى على الملفات. أي طبعا إحنا إلى أن نموت هاي شغلنا هذا، لأن هاي أمانة، والأمانة إن شاء الله نصود الأمانة إن شاء الله. السيد خالد سراي أرحب بك من جديد. هلا ومرحبا. الحكومة الحالية وكأنها تفتخر بكشف ملفات الفساد بالضرائب، بعد من المسؤول عن السرقة يعني هذا المبلغ الكارثي؟ بس لا يطلع اليوم المواطن هو المسؤول. تحية طيبة للجميع. بالتأكيد هو المواطن المسؤول الآن، المسؤول المواطن اللي يوصل الوضع والصمت والرأي العام مالته يستثمر سياسيا بشكل رخيص، الناس تحشدي على تظاهرات وعلى كذا، وهذه السرقات وصلت الدرجة أن رئيس وزرائنا من 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 مصايب الدهر، أن رئيس وزراء يحمل العراقيين، التاريخ راح يثبت بيناتنا حكم أنه نزاهة هذه الحكومة اللي أصلا من العار أن نسميها غير أنه هي شلة حرامية ابتذلت الدولة، ابتذلت مصالحها، ابتذلت مستقبلها. بالتالي مو أنت تحكي بالتاريخ،